في الترانسديوسر بقى الجزء بتاع الماتشنج لاير اللي كنا بنتكلم عليه ودي اخر حاجه نتكلم فيها في الجزء بتاع الترانسديوسرز. احنا بيبقى في عندنا عاده حاجه بنسميها كوارتر ويف لينث ماتشنج لاير. اوكي الكوارتر ويف لينث ماتشنج لاير ده اتضح ان هو احسن حاجه احنا ممكن نعملها. يعني دايما بنحط الماتشنج لاير بتاعتنا دي عباره عن لامدا اوفر 4 من الايه من الويف لينث اللي انا ببعت. اوكي فدي حاجه مهمه جدا علشان دي بتديني احسن افيشنسي للايكوز اللي جايه لي جوه التيشو. يعني بتخلي التيشو اللي جايه لي هنا يبقى ايه يبقى بيسيكلي اعلى ما يمكن, وتخلي الايكوز اللي راجعه جوه الترانسديوسر نفسها بتبقى اوت اوف فيز فتكنسل اوت. اوكي فبيسيكلي بيبقى عندي الحاجه اللي جايه في التيشوز اللي هي النتيجه اللي في عندي في الماتشنج لاير نفسها بيحصل مالتيبل ريفلكشنز زي ما احنا شايفين كده, بيفضل في ايكوز تروح وتيجي. فالمالتيبل ريفلكشنز دي الحاجه اللي خارجه منها رايحه التيشوز هيحصل لها reinforcement او يحصل لها constructive interference, والحاجة اللي داخلها لي تاني جوه الترانسديوسر دي بيحصل لها destructive interference او يحصل لها canceling. اوكي الحاجة تانية احنا كنا اتكلمنا عليها برضو عشان نوضحها اكتر شوية اللي هو bandwidth for multi-frequency transducers. زي ما احنا كنا قلنا ان multi-frequency transducer ما هواش transducer فيه كذا peak, لا ده هو فيه peak واحدة برضو, يعني الشكل response بتاعه هو في بيك واحده بس البيك الواحده دي واسعه. اوكي تبقى وايد الباند ويدث بتاعها يبقى كبير. اوكي فانا بتكلم مثلا على حاجه زي ما انا شايف كده, لو انا عندي مثلا ده الترانسديوسر ده السنتر فريكوانسي بتاعه ده عباره عن ايه عباره عن 5 ميجا, انما ال 5 ميجا دي لو انا بصيت على الباند ويدث بتاعه الباند ويدث بتاعه من 3 لغايه 7. اوكي يعني معنى كده بتكلم ان هو 5 يعني الباند ويدث ده عباره عن 2 و2 يبقى 4, 4 من 5 يبقى 80% باند ويدث. اوكي لما اتكلم على 80% يعني معنى كده في عندي هنا 80% من 5 هي 4, في عندي نصها هنا ونصها هنا يعني 5 بلس ماينس 2. اوكي فمعنى كده ان انا طالما الباند ويدث بتاعي من 3 لغايه 7 انا ممكن اعمل اكسايتيشن بفريكوانسي 3, ممكن اعمل اكسايتيشن بفريكوانسي 5, ممكن اعمل اكسايتيشن بفريكوانسي 7 ويبقى وذين الباند ويدث بتاع البروب بتاعي. فدي فيها ميزه الحقيقه ان انا ممكن بنفس البروب لو انا عايز ابص على حاجه شالو بريزولوشن اعلى ممكن اعلي الفريكوانسي, لو عايز ابص على حاجه ديب اوكي ودي ما اقدرش ان انا ابص عليها بهاي فريكوانسي نتيجه للاتينويشن فبقلل الفريكوانسي. فبتسمع للدكتور ان هو بيشتغل بنفس البروب يقدر ان هو يكستمايز السيتنجز بتاعته بتاعه الاوبريشن بحيث ان هو يحصل على احسن بيرفورمانس بالنسبه للايه بالنسبه للحاله اللي معاه. اوكي فدي طبعا من الحاجات اللي احنا بنشوفها, وكان زمان الحقيقه ما كانش الباند ويدث ده كبير قوي كده, فكان الناس بتضطر ان هي تشتري بروبس بكذا فريكوانسي. دلوقتي الحقيقه بقى موست يعني اولموست كل البروبس اللي موجوده دلوقتي حاليا بقت مالتي فريكوانسي او بقى الباند ويدث بتاعها بقى عالي كفايه ان يسمح بالمالتي فريكوانسي اكسايتيشن.